الأخيرة ليخطف هدف. هذه الهجمة الحقيقية كرة حضرة، لكن طارق يا سلام، أحمد راشد يتقدم، أحمد يمر ولا لا، يلعب كرة خطيرة لديارة، لا زال مستمر في الهجمة فريق دبا. كرة خطيرة هذه، هذه خطيرة، هذه هدف، 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 أول في المباراة. طارق يسجل، طارق يسجل أول أهداف في المباراة. طارق أحمد هدف لفريق الفجيرة أو دبا الفجيرة بعد ما ضاعت فرصة على الفجيرة، سجل دبا الفجيرة، تقدم عن طريق طارق، طارق يسجل وهدف. شوف دياره، شوف دياره، شوف دياره، وفريق دبا الفجيرة يتقدم خارج داره بهدف مقابل لا شيء. طارق، شوف طارق حطها في المرمى، طارق أحمد، وسجل اول اهداف في المباراه. خطا للفجيره الان، خطا للفجيره، و14 دقيقه، التقدم لدبا الفجيره بهدف مقابل لا شيء. ضربه حره مباشره، كره عاليه ملعوبه، محاوله راسيه، الهجمه مستمره، المحاوله مستمره، والكره ملعوبه، مرور جميل وتقدم، وممكن عرض، يا سلام، مر، هذه خطيره، جول، هدف التعادل. المرور كان جميل والتقدم كان جميل والتعادل كان اجمل للفجراويه. هدف التعادل ياتي سريع على طول، سجل هدف التعادل. شوف يا سلام، يا سلام، حسن معتوق، يا سلام على المرور، وحطها على طول. سالم عبيد سجل، سالم عبيد رقم 19 كان في مكان سليم غير مراقب، سجل. لكن شوف المرور، شوف المجهود، شوف الفديرة، سبع حالات فوز حققهم على الجزيرة الحمراء بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى اتحاد كلباء بهدفين لهدف، على العروبة بستة أهداف مقابل هدف. كرة ملعوبة، محاولة خطيرة، جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني، خليل خميس، خليل خميس يسجل الهدف الثاني، هدف ثاني، كرة ملعوبة وعرضية لعبت وملعوبة لخليل خميس، خليل خميس يسجل هدف ثاني لفريق الفجيرة، ليتقدم الفجيرة الآن بهدفين. لكن شوف من اللي صنع الفرصة، من اللي هيئ نفس طريقة الهدف الأول، هو معتوق، شوف 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 شوف، مر وهيئ وإلى خليل حطها، وسجل خليل خميس الهدف الثاني لفريق الفجيرة.